زين، إذا نحن نتبع نفس الخطوات حتى لهذا الاكزامبل اللي هو أيضا سكند أوردر لينير سيستم، وطبعا حتى نرسم الفيس بورتريت ونستنتج الاستيبلتي نحتاج نعرف الإكويليبريم بوينت هي نفسها 0 0 ما تغير شيء. السكند ستيب هي الايجن فاليوز والايجن فيكتورز اللي هي ماينس 2 ماينس 3، والايجن فيكتورز هي هذه وهذه المعادلات اللي توصفها. طبعا هي بناء على كون both are different are and negative. So the equilibrium point هي الاوريجن تتبع كيس 1 طبعا اللي هي stable node. مثل ما راح نشوف احنا هسه حتى نرسم الفيس بورتريت مثل ما اتفقنا نرسم اكس 1 فيرسس اكس 2 ونخلي الاوريجن اللي هو الاكوليبريوم بوينت نحددها وبعدين نرسم الايجن فيكتورز باختيار ديفرنت اكس 1 ديفرنت اكس 3 عفوا اكس 1 واكس 2 وهي عباره عن ستريت لاينز متقاطعه في الصفر وهذا الشيء يحققها هاي المعادلات. طبعا اتجاهات الحركه مثل ما قلنا تعتمد على اللامدا الاسوشيتد لامدا، فمثلا هذا الايجن فيكتور اللامدا التابع لها هو ماينس 2 فهي سالبه اذا هي ستيبل فراح نكون الفيكتور او التراجكتوري اون ذا ايجن فيكتور، يعني اي تراجكتوري يبدي على اللاين مال الايجن فيكتور راح يبقى عليه ويتجه لي وين؟ نحو الاكوليبريوم بوينت. وهذا الشيء ينطبق على الايجن فيكتور الثاني، اذا بدينا اون ذا ايجن فيكتور باي نقطه راح نبقى على الايجن فيكتور ونتجه نحو الاكوليبريوم. ليش؟ لانه احنا عندنا لامدا 2 ناقص 3 وهي ستيبل فهي راح تخلي الاتجاه باتجاه الاكوليبريوم بوينت. ممكن ايضا نرسم النالك لاين اللي حكينا عنها قبل شويه اللي هي الفانكشن اللي ناتجه من x1 dot equal 0 و x2 dot equal 0 تطلع لي كيرفز ارسمها، وطبعا هذه راح نستفيد منها لاحقا بس هذه بس حتى نتعلم شلون نرسمها وانه هي تقاطعها يساوي الاكوليبريوم بوينت. حتى نكمل الرسم ونستنتج التراجكتوريز اكيد التو مين ايجن فيكتورز اللي هم المين فيكتورز بالستيت بلين واللي احنا راح يحددوا لي اتجاهات الحركه بشكل اساسي بالفيس بلين هم الموجهين الاساسيين للحركه والاتجاهات بالفيس بلين، بس انا عندي الفيكتور فيلد اللي راح يتبعهم ايضا احتاج ارسم ولو جزء من عنده. اذا طلب منكم ترسمون تراجكتوري في مكان معين او اكثر من تراجكتوري في ريجن من الستيت بلين اكيد انتم تحتاجون الفيكتور فيلد حتى تشوفون شلون راح يكون التراجكتوري ينرسم اللي هو راح يكون مماس ومحاذي للفيكتور فيلد بالمنطقه المطلوبه. فاحنا بهاي الحاله ايش راح نحتاج؟ نحتاج فيو بوينتس بالمنطقه المطلوبه. طبعا احنا هنا النالك لاينز هي x1 equals 0 جايه من تصفير المعادله الاولى، x2 equals 3 على 2 x1 جايه من تصفير المعادله الثانيه هنا للسيستم. ونختار فيو بوينتس مثلا ناقص 2 بصفر تطلع لي 4 ناقص 6، وهاي طبعا النقاط ارجع واقول هي ليست عشوائيه ممكن انتم تختاروها حسب المنطقه اللي تنفع واللي تحتاجون بيها ترسمون التراجكتوريز او تريدون تعرفون كيف يتصرف السيستم حول هذه النقطه. فاني اخذ فيو دايركشن لاينز او فيو فيكتور لاينز تنفعني ارسم من عندها التراجكتوريز وحتى استنتج خواص السيستم هنا. فهذه الفيو بوينتس من خلالها من رسمتها على الستيت بلين راح استنتج انه الفيكتور فيلد بالحقيقه دايركتد توورد ذا ايجن فيكتور في 1 بالاخير as تي تقترب من انفينيتي. ليش؟ لانه في 1 اسوشيتد وذ لامدا 1 اللي هي ناقص 2 واللي هي السلوست ايجن فاليو، يعني الاكسبوننشال باور ماينس 2 تي هو أبطأ من الإكسبوننشال ماينس 3 تي وينتهي يعني ينتهي أبطأ فيبقى أس تي تقترب من فيتي هو يبقى فترة أطول. لهذا السبب التراجكتوريز تبقى مع هذا الأيجن فيكتور مثل ما شفنا بالمعادلة اللي فاتت. تقدرون أنتم تثبتون نفس الإثبات بس هالمرة وذ لامدا تساوي ناقص 2 هذا مأخذ هوم وورك راح تشوفون أنه أس تي تقترب من إنفينيتي السولوشن راح يكون
in the direction of V1 لأنه الإكسبوننشال هذا هو اللي راح يبقى أطول as تقترب من infinity. زين حتى نرسم هذا هو الستيت بلين X1 X2. طبعا النلك لاين الأول هو كان X1 0 فما عندي أي شيء بالX1، فإذا X2 هو الخط اللي يمثل النلك لاين نمبر 1. النلك لاين الثاني هذا المنقط اللي هو 3/2 X1 X2 يساوي 3/2 X1، وعندنا هذا النلك لاين، هذا النلك لاين الآخر، هذا يمثل لي ال eigen vector number 1 اللي هو هذا اللي هو عندي 0 بx 1 و x2 كامل. فال x2 هو يمثل لي الاكسس كله هو عبارة عن eigen vector. زين eigen vector الثاني هو هذا اللي معادلته كنا كاتبين قبل شوية، واللي من خلاله نرسم هذا الستريت لاين، وكلهم متقاطعين بالأوريجين طبعا. الآن تلاحظون أنه الفكتر فيلد، الفكتر فيلد بادي من بعيد تشوفون أنه كأنه بموازاة V2 اللي هي تابع إلى اللمدة السريعة اللي تخلص بسرعة بالإكسبوننشال. زين وكل الفكتر فيلد تنحرف لاحقا حتى شنو، حتى تكون بموازاة الايجن فيكتور الثاني اللي هو الاول عفوا V1 اللي هو صاحب ابطا ايجن فاليو. زين ملاحظة مهمة، طبعا اول شيء شفتوا هنا بجميع الاتجاهات نبدي بموازاة V2 وننتهي ب V1 لانه as t تقترب من infinity ال exponential to the power minus 2t يحمل هذا هو الـ slowest eigen value. فأحس نقدر إحنا نرسم الـ trajectories from any point بالاستعانة بالـ vector field والـ eigen vectors. ملاحظة مهمة، الـ eigen vectors لاحظوا هنا أبداً ولا trajectory يقطع ويعبر الـ eigen vector. الـ eigen vectors الـ trajectories تسير عليها، يعني توجد on the eigenvectors trajectory straight عدلة، بس ولا trajectory يقطعها. يعني شوفوا هنا كل الفكتور فيلد يكون موازي إلى ال eigenvectors في جميع الأحوال مو بس بهذا الاكزامبل. على النقيض النلك لاين هذا، طبعا النلك لاين هذا هو تابع لمن؟ تابع معادلة x2 أو x2 دوت ناتج من x2 دوت تساوي صفر. هنا أي نلك لاين جاي من x2 دوت تساوي صفر نلاحظ أنه الفكتور فيلد يخترق بشكل أفقي من ومن الأعلى ومن الأسفل. أما النلك لاين اللي جاي من x من تصفير x1 دوت تساوي صفر نلاحظ أنه الفكتور فيلد يكون معاه بشكل عمودي، يعني متوازي، يعني تكون الفكتور فيلد عمودي تطلع معها. زين اوكي هسه الان نشوف اذا رسمنا مور التراجكتوريز بالاستعانه بالفكتور فيلد هذا بشكل موازي، اي نقطه تعجبكم تختاروها تبدون بها تلاحظون انها هي تمشي بمسار محاذي مماسي للفكتور فيلد اللي موجود، وهو الفكتور فيلد راح يقودنا الى الاكوليبريوم طبعا، وهذا الشيء لانه السيستم ستيبل بسبب كون الايجن فاليوز اثنينهم سالبه. زين وطبعا والفكتور فيلد بمن متاثر بالايجن فيكتورز، الايجن فيكتورز هي اللي خلت حركه الفكتور فيلد بهذا الشكل، لانه الايجن فيكتورز تمثل سولوشن، وهذا السولوشن طبعا وفكتورز هي تعتمد على الايجن فاليو الابطا والاسرع، وياهم منهم راح تكون الدوميننت وتقود الفيس بورتريت او الفيس تراجكتوريز باتجاهها بالنهايه as t تقترب من الانفينيتي. طبعا هذا هو الفيس بورتريت، هاي المجموعه التراجكتوريز المرسومه من ديفرنت انيشال كونديشنز هي تمثل الفيس بورتريت. احنا هنا نلاحظ انه السيستم هو طبعا هنا هو اذا تشوفون هذا الفيس بورتريت مباشره شو تقولون؟
يقولون هذا سيستم ستيبل والإكوليبريوم بوينت أتراكتيف من جميع الاتجاهات. أوكي، فهي إذن ستيبل نود بكل وضوح. فأنا من الفيس بورتريت ما كنت أطلع الأوتبوت وأرسمه وأزيد زمن إلى آخره. أنا هنا أرسم، إذا عندي الفيس بورتريت رسم أستنتج الستيبلتي. وطبعاً حتى من شكل الفيس بورتريت أقدر أعرف إنه بما إنه هذا ستيبل نود، إذا هم الريسبونس هو X of T، أعرف شكله تابع للكيس 1 اللي هو C1 exponential lambda 1 V1 plus C2 exponential lambda 2 V2. إذا أنا عندي two different eigen values والحل system asymptotically stable و exponential decay يعني ال response اللي هو ال states. أوكي، أكو examples أخرى ممكن عن ال saddle point ممكن أنتوا تشوفوها بنفسكم بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة تنحل، ترسمون ال eigen vectors وال analog lines وتاخذون نقاط عديدة حتى توجدون ال vector field وتستنتجون ال trajectories بهذا الشكل وتعرفون اتجاهاتها بالاستناد إلى ال الفكتور فيلد اللي يحركه او اللي يوجهه. هنا هم الايجن فيكتورز اوف ذا سيستم. هنا فور سيفر عندي اكثر من اكزامبل انطيتكم تشوفوها بنفسكم وتحلوها، وهذه هي مجموعه هوم وركات ايضا حاولوا تحلوها. طبعا ان شاء الله الاسبوع القادم راح احاول انزل لكم شيت اسئله بإذن الله يعني، وهاي بالإضافة للأسئلة اللي عندكم وقالتكم تقروها للمحاضرات حتى نتفق على موعد نسوي بي ميتينج إن شاء الله ونشوف أسئلتكم وبنفس الوقت يعني نحكي بالهوموركس والتوتوريالز إذا عندكم أسئلة عليها أو شيء وعلى المادة بشكل عام قبل ما ننتقل للمحاضرة السادسة. و إن شاء الله نحدد أيضا موعد كويز وبالتدريج إن شاء الله يعني نخلص الفصل بإذن الله بخير. شكرا جزيلا لكم، نتمنى لكم النجاح والتوفيق والصحة والسلامة وفي أمان الله.